My name is Rachel Corey. I'm from the United States. راشيل كوري باتت منذ 2003 أيقونة التضامن مع الشعب الفلسطيني. انضمت إلى حركة التضامن العالمية لدعم القضية الفلسطينية، لكنها عادت إلى بلادها ملفوفة بالعلم الأمريكي في أقوى تجلي لطغيان الاحتلال الإسرائيلي وتنكيله بالشعب الفلسطيني وكل من يتحدى غطرستها. لم تكتفي راشيل كوري التي ولدت عام 1979 بمدينة أولمبيا بولاية واشنطن بترديد الشعارات المؤازرة للفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال، وذهبت بمعية رفاق لها ضمن حركة التضامن الدولية إلى غزة خلال الانتفاضة الثانية وتحديداً عام 2003. قضت راشيل أياماً وليال طويلة مع الأسر المهددة بيوتها بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية التي كانت لا تزال تسيطر على القطاع قبل أن تنسحب منه في 2005. كانت تحرص على تدوين كل ما تراه وتلاحظه من ممارسات قمعية وتعسفية لجنود الاحتلال الإسرائيلي لتنشرها في رسائل تبلغ من خلالها العالم بما يحدث في غزة وكل الأراضي المحتلة. في تلك الفترة التي كانت تتواجد بها راشيل كوري بقطاع غزة، أطلقت السلطات الإسرائيلية حملة مسعورة بمنطقة رفح لهدم منازل الفلسطينيين بدعوى أنها مباني تستخدمها عناصر المقاومة كساتر لإطلاق النار على الدوريات الإسرائيلية أو لحفر أنفاق لتهريب سلاح عبر حدود غزة مع مصر. في يوم حتفها في 16 مارس 2003، ارتدت راشيل سترة برتقالية وتوجهت رفقة ثمانية من زملائها من حركة التضامن الدولية إلى حي السلام برفح حاملة مكبرا للصوت، وتقدمت نحو جرافة للاحتلال كي تمنعها من الاقتراب وهدم منزل عائلة فلسطينية. تحدثت إلى سائق الجرافة بواسطة مكبر الصوت كي يتوقف، لكنه لم يفعل وتمادى في التقدم ليدعسها بكل برودة واستخفاف أمام مرأى زملائها الذين كانوا يبعدون عنها بحوالي 20 مترا فقط ويناشدونه بالتوقف. آخر كلمات سمعوها منها: ظهري مكسور. برأ التحقيق الإسرائيلي ساحة السائق معتبراً أن مقتل راشيل كوري كان حدثاً عرضياً ولن يحاسب الجنود الإسرائيليون على حادث لا يتحملون مسؤوليته، بل وألقى باللائمة على الضحية وعلى حركة التضامن العالمية التي وصف أعمالها بغير المسؤولة وغير القانونية. ونحن نتساءل كيف يمكن لسنين بهذا الاستنتاج الذي أتى به القاضي أن سائق الجرافة الإسرائيلية لم يشاهد ريتشل كوري قبل محتلها، حيث أن ريتشل كانت تلبس لباسا مشعا، جاكيتا مشعا منذ ساعات الصباح، وكانت تحمل في كلتا يديها ميكروفون وتصرخ أمام عتات الاحتلال بضرورة. خلاصة التحقيق الإسرائيلي رفضها رفضا قاطعا والد راشيل، رفعا دعوى قضائية في محكمة حيفا عام 2010 تتهم الحكومة الإسرائيلية بقتل راشيل إما عمداً أو بسبب الإهمال. فجاء حكم المحكمة على غير المتوقع، حيث قضت بأن وفاة كوري غير ناجمة عن إهمال الجيش الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية. وفي 2015 أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار محكمة حيفا، وبذلك انتهى مسلسل المتابعة القضائية. وأعربت والدة راشيل عن صدمتها وقالت إن مثل هذا الحكم يجعل الجنود يتصرفون ومعهم حصانة على حساب المدنيين. بعد مقتلها نشرت كتابات راشيل كوري وحولت إلى مسرحية حملت عنوان اسمي راشيل كوري، وجابت المسرحية مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة. I feel very positive about the fact that she was doing something that she felt so good about.